كورته قبل ما توصل الى مارك بانجوا، يرجع الكره بسرعه توصل يوسف المساكني. يوسف المساكني في حوار مع شمس الدين الوسلاتي. يوسف المساكني، يوسف المساكني تجاوز لاعب الثاني، يوسف المساكني وضربه جزاء. ضربه جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي تاتي في الوقت بدل الضايع من هذا الشوط الاول بمجهود فردي ممتاز من يوسف المساكني، معاهم انذار للاعب رقم 5 محمد الشيباني قائد الفريق، وضربه جزاء ربما تنهي المباراه كمال قبل نهايه هذا الوقت البدل الضايع وقبل بدايه الشوط الثاني. هذه الاعاده، لاعب اول ثم لاعب ثاني، ويوسف المساكني يتحصل على ضربه الجزاء. كما قلنا الحلول الفرديه من عند يوسف المساكني الحقيقه معناها لاعب ممتاز جدا، يلقى الحلول المسافه، لقى المساحه حتى اللي لانه في بدايه العمليه كان عنده ربما حل التمرير لسامح الدربالي على اليمين، لكن خير الاحتفاظ بالكره مراقبه لاعب اول ثم ثاني وجاب بها الخطا والضربه الجزاء. عنده ثقه في امكانياته وعلى هذاك اختار الحل ويظهر لي نجح فيه وبالتوفيق. اذا يوسف المساكني في تنفيذ ضربه الجزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. يوسف المساكني والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي في هذا الشوط الاول ضد المستقبل الرياضي بيجابس. يوسف المساكني يسجل الهدف الثاني ويصعد الى ترتيب الهدافين في الرابطه المحترفه الاولى ب 15 هدف، ويخلي وراه يانيك نيونغ الكاميروني. كما كنت تحكي انت تحب معناها لاعب تونسي، لاعب تونسي يكون هو الهداف. الى حد الان يوسف المساكني هو هداف البطوله الشوط الثاني. هذه الاعاده اجابه نيانغ في الشوط الثاني، هل عنده ما يقول؟ وزاد نستناو ايضا اجابه المستقبل الرياضي بجابس في الشوط الثاني، اللي كما قلنا معني بنتيجه هذه المباراه، والمباراه تدور على